أكيد أنا اليوم هو اليوم تاريخي بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة وأيضا بالنسبة للمغرب، يعني باعتبار العلاقات الوطيدة جدا بين البلدين وخاصة على المستوى القيادات، منذ يعني منذ المرحوم المغفور له إن شاء الله بإذن الله صاحب الجلالة الحسن الثاني، وأيضا المغفور له بإذن الله الشيخ زايد رحمة الله عليه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. هذه علاقات الحمد لله وطيدة توطدت أيضا بعد يعني بعد رحيل القائدين يعني مع صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه فخامة رئيس خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وأيضا ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد. هذه أيضا علاقة وطيدة بين القيادات، ولكن أيضا بين الشعبين الشقيقين، ويعني تتمخض هذه العلاقات في الأسرية والعلاقات الأخوية في علاقات اقتصادية قوية بين البلدين، يعني تبادل تجاري وفي أيضا في اقتصادات وفي أيضا استثمارات متواجدة في المغرب. هذه علاقات الحمد لله يعني مترسخة. اليوم نحتفل بالذكرى 47 لميلاد الاتحاد ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا مئوية الشيخ زايد آل نهيان 1918 2018. هذه كلها الحمد لله علاقات متينة بين عبر التاريخ تترسخ في العلاقات الأخوية والعلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، ونتمنى لهم يعني مزيدا من التألق ومزيدا من العطاء لدولة يعني دولة الإمارات العربية المتحدة، ونتمنى أن يكون إن شاء الله هذه العلاقات عربونا صداقة لما هو آت إن شاء الله في المستقبل. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.